السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو اللي راح نعمله انه راح ن... والفيديوهات القادمه اللي راح نعمله انه راح نبلش في عمليه بناء للاعب للعبه توب داون، بحيث انه هي بتحرك في كل الاتجاهات وبصطدم في الجدران وكل هذا الكلام. طبعا بالنسبه لهذا الفيديو اللي راح نعمله انه راح نبلش بالاول بالتخطيط، ولما ننهي جزء التخطيط بنبلش بانه نشتغل داخل محرك جودوت ونبني وكل هذا الكلام. ليش انا بفضل التخطيط بالاول؟ لانه سهل كثير انه مثلا اذا وانا بفكر بالتخطيط يعني فهمت شغلي خطأ او حسبت انه بدي اعمل شغلي غلط، سهل جدا انه اكس عليها. بينما داخل المحرك بدي اضطر اقعد اعمل مشاهد واحذف مشاهد واغير الكود واحط القوس هون، فيعني غلبة اكثر بتكون. فبالاول تخطيط على ورق يعني، وهيك فبالاول تخطيط على ورق وبعديها بنبلش داخل المحرك. فخلينا هسا نبلش. طبعا هاي هي اللعبة زي ما هسا وريتكم، بتحرك في كل الاتجاهات وبصطدم. طبعا هسا بالنسبة للتخطيط، اللي شافوا الاجزاء تبعات لعبة بلاتفورمر اللي عملتها انا، بحط روابط السلسلة هذيك بالوصف، راح تلاحظوا طبعا هسا انه في تشابهات كثيرة، ومش راح اشرح كل اشي بالتفصيل انه يعني فيه حكي كثير متكرر. فبالنسبة يعني لهذا الحكي بحطه بالوصف، يعني انه بهذيك السلسلة شرحت كل يعني شرحت وخططت كل اشي بشكل يعني بأدق التفصيلات، وهون راح يكون في تشابهات كثيرة. فخلينا نبلش. انا شفت انه في ثلاث، يعني هاي نموذج بسيط للعبة من خلال الرسمة، وشايف انا انه في ثلاث اشياء لازم بالاول يعني نحسبهن ونحطهن جوا بالنا، اللي هن بالاول الفيزياء اللي راح نحتاجها والمشاهد والعقد. هون ببلش شغل المحرك، بينما هون المفروض تكون مفاهيم ومنطق وفكر وانه ايش يعني اللي بدنا نعمله. طيب خلينا نبلش هسا من ناحية فيزياء، اللي هي ايش اللي راح نحتاجه. احنا بنحتاج حركة. شو في اشياء بنعرفها عن الحركة؟ بنعرف مثلا سرعة، بنعرف تسارع، بنعرف موقع. بالنسبة إلنا اللي راح نحتاجه إحنا اللي هي سرعة. فبالنسبة للسرعة في عنا إشي اسمه VEL، اللي هي داخل سلسلة البلاتفورمر أنا حكيت عنها بأنها أهم القيم المسؤولة عن الحركة. وال VEL معناها بالعربي اللي هي السرعة المتجهة، وهي اختصار لكلمة Velocity. أنا بكتبها VEL يعني. فال VEL اللي هي Velocity اللي هي سرعة متجهة. شو هي هاي هسه السرعة المتجهة؟ السرعة المتجهة هاي يعني بتقدروا تشوفوا الوصف التفصيلي اللي إلها من خلال إنه تشوفوا الروابط اللي بحطهن بالوصف. هناك يعني شرحتها بهذاك الفيديو، يعني بفيديو ماضي شرحتها أنا بشكل مفصل، لكن هنا بشكل بسيط يعني راح أشرحها. بس بتقدروا تخيلوا الـ VEL أو السرعة المتجهة زي كأنها حاوية بتحوي قيمتين ثنتين بنفس الوقت. القيمة الأولى اللي هي اتجاه الحركة، هل يمين شمال، هل فوق تحت، هل قطري وزي هيك. والقيمة الثانية اللي بتحويها اللي هي السرعة، هل أنا بتحرك 5 متر في الثانية، هل أنا بتحرك 10 خطوات في الثانية، هل أنا بتحرك 20 خطوة في الثانية وزي هيك. فالقيمة الثانية اللي بتحملها السرعة المتجهة اللي هي السرعة. هسا بالنسبة للسرعة بسيطة جدا، يعني إحنا بنحددها. مثلا أنا بدي إياها السرعة للاعب تكون 150، بدخل رقم 150 جوا متغير وخلص يعني. بس بالنسبة لاتجاه الحركة فيه شوية مشاكل. يعني اتجاه الحركة كيف بدنا نحدده؟ راح نحدده من خلال الكبسات على الكيبورد، ومن خلال المحاور، أو نظام الإحداثيات اللي داخل المحرك. بالنسبة لمحرك جودوت في عنا نظام إحداثيات اللي هو الكارتيسي، اللي هو محاور يعني X Y، اللي هو محاور X واي. واذا بالنسبة عنا لثري دي راح يكون في عنا زد، لكن احنا 2D فراح يكون في عنا بس اكس واي. تمام. فهسا اللي بدنا اياه احنا انه كالتالي، يعني اتجاه الحركة بده يمثل لنا، يعني اتجاه الحركة بده يمثل لنا اي اتجاه حركة احنا بناخذ بالنسبة للمحورين. فراح يكون في اله جزء اكس وراح يكون في اله جزء واي، نقطة واي زي هيك. هسا بالنسبة خلينا بالأول ناخذ جزء الإكس لحاله. إحنا بالنسبة للإكس كم في احتمالية إنه يتحرك؟ ممكن يتحرك لليمين وممكن يتحرك للشمال حسب الكبسة اللي إحنا ماخذينها. داخل محرك جودوت لليمين بتزيد، فراح نحطها زائد واحد، ولليسار بتقل فراح نحطها ناقص واحد. طيب بالنسبة لمحور واي داخل محرك جودوت، يعني هاي نحط سهم هيك يمين
وهاي هيك سهم انه يسار. طيب بس هسا ناخذ الاعلى. بالنسبة للاعلى داخل محرك جودوت اللي بيصير عندنا انه احداثي الاحداثي تبع الواي بقل، فشو راح نحطها؟ راح نحطها سالب واحد. بالنسبة للاسفل بتزيد، فما ضلش عندنا هيك غير الاسفل، وينها هاي تساوي ايش؟ زائد واحد، يعني هيك للاسفل. طيب هسا بجوز تسأله، طيب شو بالنسبة للسهم زي، يعني انه شو بالنسبة للاتجاه القطري، انه مثلا لما يكون بهذا الاتجاه زي هيك؟ الشغلة بسيطة جدا، يعني لو نحكي انه دي ار واي تساوي، اذا كانت للاعلى زي هيك والاسفل زي هيك، اذا شو الوقوف؟ صفر. وهون نفس الاشي الوقوف كمان صفر، يعني ف كمان ليش يعني وقوف صفر، يعني ما بتحركش. ليش هسا اخترنا الزائد واحد والناقص واحد؟ لانه شرحتها انا طبعا، فبحط الفيديو تبع الشرح هذاك بالوصف، لكن راح اجاوب هون بشكل بسيط، لانه ما بدناش احنا لما نضرب السرعة مع الاتجاه، ما بدنا اتجاه الحركة يعدل على السرعة، والواحد والسالب واحد هن عناصر محايدات، والصفر هو يعني العنصر الاقوى اللي هو انه بصفر السرعة بالمرة، يعني لما نحط دي ار واي تساوي صفر خلاص صفرت السرعة على الواي، فبتحركش على الواي، وزي هيك فاتجاه الحركة بنحدده زي هيك. طبعا احنا نشبكه مع كبسات، يعني فبجوز نحكي مثلا حرف الدي لليمين، اي لليسار، مش كابسين اشي يعني صفر، دبليو اعلى مثلا، واس يكون للاسفل، نشبكهن انه على هذا الشكل. وهاي هي بالنسبة يعني للأمور الفيزيائية اللي راح نحتاجها الرئيسيات. راح نحتاج طبعا احنا شغلة ثانية اللي هي التصادمات، لكن احنا داخل محرك جودوت يعني بيساعدنا كثير في عملية التصادمات ويسهلهن علينا، فما في داعي لنروح للحسابات اللي إلها علاقة بالتصادمات زي الزخم وكل هذا الحكي. طيب هسا بالنسبة للجزء الثاني، هيك خلصنا من جزء المفاهيم اللي هو كان أهم مفهوم عندنا اللي هو السرعة المتجهة. هسا داخل محرك جودوت في عندنا كل، أي إذا بدنا نبني أي إشي بيكون مكون من جزئين، من عقد، والعقد هذولا بنحفظهن جوا ملف، والملف هذا اسمه سين مشاهد، وكود احنا بنكتبه. هسا العقد شو هن؟ العقد هن يعني بيعطينا وظائف اساسيات مشتركات بين العاب كثيره، واحنا بنطور عليهن لحتى يصير عندنا يعني الاشي اللي احنا بدنا اياه، بنطور عليهن من خلال الكود اللي قلنا. ممتاز. هسا المشاهد هذولا راح يكون في عندنا مشهدين رئيسيات، المشهد للجدار او لقطعه من الجدار يعني، والمشهد الثاني اللي راح نحتاجه راح يكون بلاير. طبعا هون هسه راح تلاحظوا شبه كبير جدا مع لعبة بلاتفورمر، يعني مع الأجزاء تاعت لعبة بلاتفورمر، فمشان هيك راح أمشي عليهن يعني بسرعة، مش راح أطول بالشرح على هذول. هسه بالنسبة للجدار واللاعب، الجدار شو ماله؟ بده يكون فيه تصادمات، بس بده يكون بتحركش. في عنا 4 أنواع رئيسيات، هذا بدعمش التصادمات ففيش داعي له، مش راح نستعمله يعني لا في الجدار ولا اشي، فبننساه. طيب ايش في عندنا انواع بدعم التصادمات؟ هذول الثلاث اللي هن الكيناماتيك والريجيد والستاتيك. اللي بدنا اياه احنا بدنا اياه يكون انه بتحركش. شو يعني ما بتحركش؟ هي نطلع هون على هذا الجدول البسيط اللي انا رسمته، بتحركش يعني عندنا ستاتيك، هي الحركة اكس، الستاتيك اللي هو بتحركش، فراح يكون في عندنا نوع الجدار راح تكون العقد الرأس تبعته ستاتيك، جواتها بدي احط عقدة صورة وجواتها بدي احط عقدة شكل فيزيائي. ليش عقدة شكل فيزيائي؟ لانه مش بالضرورة انه تكون يعني الحدود هي نفسها يعني نفس الصورة، يعني ممكن يكون المختلفات، وهاي العقدة بس بتحكي عن التصرفات الفيزيائية، ما بتحكي انه الحدود الفيزيائية شو هي. يعني صورة ممكن تكون زي هيك، بينما الحد الفيزيائي ممكن يكون دائرة عادي جدا يعني. طبعا ليش استعملت هذا الترتيب انا؟ لانه احنا بدنا انه الجسم الفيزيائي الاعلى هو اللي بحكم يعني، فالستاتيك هي اللي بتحكم هذول الاثنين. طبعا لما احطهم زي هيك يعني انا هيك يعني هن نفس المستوى، هيك هن يعني نفس المستوى، لو بدي واحدة تكون تاب على الشيب بحطها جوا الشيب زي هيك، بينما هيك هذول الثنتين تابعات على الستاتيك، فالثنتين محكومات في الستاتيك. طبعا السبرايت بيأثرش على الشيب لانهن نفس المستوى، فمشان هيك يعني حطينا هذا الترتيب. طبعا هذا الحكي كمان شرحته في البلاتفورمر، زي ما انتم شايفين يعني في حكي كثير بتكرر، فبحط الفيديو هذاك كمان بالوصف. بالنسبة للاعب، اللاعب بدنا اياه يتحرك اول شيء، وبدنا يكون في تصادمات، بما انه في تصادمات
بما انه بدنا اياه يكون في عندنا تصادمات، اذا هاي ما بنقدرش نستعملها. ليش؟ لانها ما بتدعم التصادمات اللي هي الاريا. طيب بدنا اياه يكون بتحرك، الستاتيك بتتحركش، فاذا هاي شطبنا كمان على الستاتيك، ما بدناش اياها، فما بدناش لا الستاتيك ولا الاريا. بضل عندنا نوعيتين احنا، اللي هي ريجيد وكينيماتيك. نشوف الخاصيه الثالثه اللي هي نوع الحركه. هون سرعه مباشره، وهون يعني هون سرعه مباشره، وهون معقد، بدك مثلا زخم، عزم، دوران، تسارع، قوة، وهذا الكلام بتيجي عليه، يعني بيكون عندك معرفة فيزيائية قوية شوي. لهيك اللي راح نستعمله اللي هو الكينيماتيك، بيحتاج بس سرعة وبتحرك بشكل مباشر، يعني انه بس بيحتاج السرعة والباقي هو بيسويه لحاله. وراح احط جوات الكينيماتيك صورة. ليش؟ مشان الكينيماتيك هو اللي يحكم الصورة، مشان لما الكينيماتيك يتحرك الصورة هي ما بتتحرك معاه، الصورة هي تابعة له أصلا، يعني هي الصورة زي كأنها جواته. تخيل الكينيماتيك عبارة عن سيارة والصورة جواته، لما تتحرك السيارة هي فعليا الصورة مش متحركة، هي بس تابعة للسيارة، تابعة للسيارة بس. وطبعا شيب بده يكون في عندنا حدود فيزيائية. طبعا زي ما قلت تشابه كثير مع تشابه كثير مع لعبة بلاتفورمر، هذول المشهدين الرئيسيات اللي راح نحتاجهن. بيضل عندنا بالأخير جزء الكود اللي هو الجزء البرمجي، إذا راح نضطر نعدل على الكينيماتيك. ليش؟ لأنها عقدة الرأس تاعت اللاعب وزي هيك، فاللي راح نعمله إنه بدنا نعدل على هاي. فبالأول بدنا نعدل على الكينيماتيك، فاللي هي يعني extends kinematic أو inherits يعني، أو كيف ما تسموها يعني، اللي هو هذا أول سطر بيكون في الكود، لازم يكون extends kinematic اللي هي زي هيك، أو اسم العقدة يعني. تمام، فنيجي فراح يعني تغير على هاي. فنيجي هسه للجزء الثاني، ايش اشي ثاني راح نحتاجه للحركة؟ بدنا نعرف اتجاه الحركة. اتجاه الحركة كيف بنعرفه؟ من خلال الكبسات. فأول اشي بدنا اياه بعد يعني هاي الاكستند، هاي اساسا لحاله المحرك بكتب لنا اياها، فافش داعي لنكتبها. طبعا اذا بنكبس على ادس اتاش سكريبت على العقدة الصحيحة يعني. طيب فنيجي اول اشي بدنا اياه اللي هو ريد input. طبعا مش راح تكون على الاكس لحالها زي، مش راح تكون على الاكس لحالها زي لعبة بلاتفورمر، لا راح تكون هون على الاكس والواي. طيب فهي هيك قرأنا الانبوت احنا وحددنا اتجاه الحركة. شو في الجزء الثاني اللي راح نحتاجه؟ اللي هو راح نضطر انه نحدث السرعة، راح نضطر نحدث السرعة المتجهة، راح نضطر نحدث السرعة المتجهة. فالشغلة الثانية اللي هي ايش بدها تكون؟ راح تكون update VEL، راح تكون زي هيك update VEL. فهيك حدثنا السرعة المتجهة. هسه بعد ما نحدث السرعة المتجهة شو بصير؟ في عنا اشي راح نحتاجه، بدنا نتحرك. فاذا apply يعني طبق اللي هي ال VEL اللي هي السرعة المتجهة. واخر اشي بيظل عنا اللي هو انه بدنا اللاعب يتطلع على، اخر شي بيظل عنا اللي هو بدنا اللاعب يتطلع على موقع الفارة. مثلا الفارة هون بدنا اياه يلف وجهه بهذا الاتجاه. كيف راح نسوي هذا الحكي؟ كيف بدنا اياه يعني انه يتطلع على اتجاه الفارة؟ بكل بساطة ما راح نصيب هذول الاجزاء، ثلاث اجزاء من فصلات. هون اللي راح نعمله، هون اللي راح نعمله انه نعمل اقتران ثاني، يعني مثلا نسميه فيس ماوس زي هيك. لاحظوا احد الفروقات هون انه بالبلاتفورمر كان في عندنا سقوط وجاذبيه، هون ما في داعي لهالحكي، فيش جاذبيه لانه يعني هيك طبيعه اللعبه نتطلع عليها يعني، هيو بس زي هيك يعني، ما فيش سقوط، ما بوقعش بمحل غرفه وبتحرك فيها اللاعب. طيب هسه بالنسبه للاتجاه يعني كيف بدنا نخليه يلف وجهه؟ بسيطه الشغله يعني، لكن اظن انا لو افصلها هاي بفيديو ثاني بكون افضل يعني. فاللي راح اعمله انه بالنسبة لهذا الشرح يعني لشرح الالتفاف، انه اللاعب يلف وجهه على الفارة، راح اسويها هاي بفيديو منفصل تكون. فهيك بنكون انهينا المخطط بشكل عام، هاي المتغيرات اللي راح نحتاجها اللي هي من ناحية الفيزياء يعني، وهنا المشاهد، وهنا بالنسبة للكود. فهيك يعطيكم العافية.